في هذه القاعة بجامعة حضرموت بدأت أعمال مؤتمر حضرموت الجامع بمشاركة أكثر من 3000 مندوب يمثلون مختلف مدن ومديريات المحافظة والمكونات الاجتماعية والسياسية فيها، حيث سيقف المشاركون أمام المخرجات التي خرجت بها لجان العمل خلال الفترة الماضية في المؤتمر. منذ انطلاقة هذه الدعوة لإقامة هذا المؤتمر في صوت بلعبيد بالذكرى الثانية للهبة الشعبية وذكرى استشهاد المقدم سعد بن حبريش رحمه الله، منذ ذلك الوقت عملت لجان تواصل في مختلف مديريات المحافظة، تواصلت مع كل الشخصيات، مع كل الاتجاهات، مع كل المكونات، حتى وصلت إلى تشكيل لجنة تحضيرية انبثقت عنها لجان للرؤى والصياغة ولجان أخرى مساعدة. هذه اللجان عملت طيلة 5 أشهر دون كلل أو ملل، حتى استطاعت أن تلم بكل أطراف مطالب حضرموت وما ينبغي أن ترتكز عليه حضرموت في مستقبلها وحاضرها. كما سيقر المشاركون كذلك وثيقة الشرف التي أجمعت عليها مختلف المكونات الحضرمية على الساحة. وثيقة الشرف هذه هي عبارة عن خلاصة نحو بناء مجتمع مدني حديث يتسم بالنظام، بحيث يتم تجريم أي من المخالفات التي ترتكب من أبناء حضرموت. ويحظى المؤتمر بتغطية إعلامية للعديد من وسائل الإعلام العربية والدولية، حيث يصف مراقبون انعقاد هذا المؤتمر بالحدث الهام لكل أبناء المحافظة في الداخل والخارج. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.